لعبت على طول، رميت التماس، حطت من ابو جوده الى ايه ده، ضربه جزاء، ضربه جزاء يا بدون تردد، بدون تردد من حماده القلاوي يحسب ضربه جزاء. طبعا لازم اي ضربه جزاء تتراجع من الفار، اي ضربه جزاء لازم تتراجع من الفار. اهو هنشوف اهو، بص اهو اهو، جت في ايده، اه رفع ايده، رفع ايده محمد ربيعه، بتتراجع برضو. فكركم بايه الايد دي اللي طلعت فوق كده؟ بصوا اهو الايد ديت، الايد اللي فوق دي هو حتى راح وقع نفسه اهو. اه الايد اهي، ما تفكركوش بحاجه. طبعا اشهر ايد في التاريخ ايد مارادونا، عندما سجل هدف في مرمى انجلترا كاس العالم 86، وكانت حديث العالم لسنوات وحتى يومنا هذا. شوفوا 86 بقالها بقى ايه، داخلين في 40 سنة ولا زال الحديث عن تلك الكرة اللي سجل منها مارادونا في مرمى انجلترا الهدف الاول. كان الحكم علي بن ناصر، 4 دقايق وقت بدل ضايع. اول ضرب الجزاء برضو بجملة بقى الاول اللي عيشتها محمد اشرف رؤى لاعب الزمالك السابق في اولى مبارياته مع حرس الحدود. اشرف رؤى ضرب الجزاء، الوقت بدل الضايع من الشوط الاول، اما هدف تعادل يعيد المباراة لنقطة البداية او تضيع فيخلص سموحة في الغالب الشوط الاول متقدم 1-0. هنشوف اول ضرب الجزاء في الدوري، رؤى ويحطها تخبط في العارضة وتخش. يا هو طبعا قلبه وقع في رجليه، كانت ممكن تضيع الكوره لكن خبطت ودخلت. اشرف رؤى يسجل من ضرب الجزاء، اول ضرب الجزاء في دوري هذا الموسم في الدقيقه الاولى من وقت بدل الضايع، 45+1 يسجل هدف التعادل. اهو بصوا راحت جامده جدا في سقف في بطن العارضه، وسبحان الله الكوره ممكن تخبط في بطن العارضه زي كرة عمر جابر كده في مباراة القمة الأخيرة في السوبر المصري، جت في العارضة وخرجت، دي في العارضة ودخلت. مش حظ بقى لكن هي إحداثيات، يعني الكرة لو خبطت في العارضة في قطعة الألومنيوم ده في الدايرة بتاعتها في الوسط هتخرج لبره،